أهلا بكم في الموجز الأسبوعي لأبرز أخبار وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة. رافق وزير الإعمار السيد بنجين ريكاني دولة رئيس مجلس الوزراء السيد محمد الشيع السوداني في زيارته الرسمية إلى الجمهورية التركية التي تضمنت مباحثات مشتركة بين البلدين الصديقين لإقامة علاقة شراكة اقتصادية والتعاون في مختلف المجالات. كما تم لقاء عدد من رجال الإعمار والمستثمرين وممثلي الاتحادات والمسؤولين في القطاع الخاص التركي. حققت الوزارة مراحل عمل متقدمة في إعادة إعمار جسر الموصل الخامس الذي يعد أكبر جسور محافظة نينوى والعراق بطول 2675 متراً مع المقتربات وعرض 31 متراً بتمويل القرض الطارئ للبنك الدولي بكلفة تبلغ نحو 17 مليون دولار. تستمر الوزارة تنفيذ أعمال تأهيل شوارع بلد بتمويل من صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة عبر إكساء الشوارع وتأثيثها. ولمزيد من المعلومات ينضم معنا المهندس المقيم ناصر محمود حسن. مشروع تطوير بلد يتضمن 6 شوارع رئيسية في قضاء بلد. هذه الشوارع جميعها سايديا يتضمن العمل الإكساء والتبليط والمقرنص والكربستون، إضافة إلى إنارة وتخطيط الشوارع وتأثيثها والإشارات المرورية. ايضا هنالك العمل المستمر في هذه المشاريع، انجزنا نسبه الانجاز 85% والعمل مستمر وان شاء الله الانجاز الكامل في الاشهر القليله القادمه. ونبقى في محافظة صلاح الدين، حيث تواصل الوزارة تنفيذ أعمالها بمشروع تأهيل مجاري قضاء بلد المرحلة الثانية بطاقة تصميمية تبلغ 22,000 متر مربع باليوم. ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا مدير المشروع عبد الرزاق العزاوي. بسم الله، مشروع محطة معالجة بلد المرحلة الثانية الآن الأعمال المدنية في النهاية، نسبة الإنجاز في المشروع 72%، ننتظر وصول الأنابيب والمعدات. قسم من الأنابيب وصل إلى المشروع، المعدات قسم من عدها بالطريق، يعني مرحلتين من المعدات انشحنت وراح توصل للعراق. المشروع يصير بصورة صحيحة وبصورة فنية مضبوطة، وإن شاء الله يسلم المشروع عند اكتمال وصول المواد ونصبها وتشغيلها. جنوبا، تحث الوزارة الخطى صوب إنجاز مشروع إنشاء الممر الثاني لطريق بتيرة فجر آرب دير في ميسان الذي يربط المحافظة بمحافظتي ذيقار والديوانية. ولمزيد من التفاصيل ينضم من هناك المهندس المقيم للمشروع علي فهد. بسم الله الرحمن الرحيم، تمت المباشرة هذا اليوم بأعمال طبقة الأسفلت النهائية السطحية المحسنة بالبوليمر، وتحديدا في المحطة كيلومتر 72 مقطع شركة آشور الذي يبلغ طوله 40 كيلومتر و500 متر. العمل يسير بانسيابية عالية ووصل إلى مراحله النهائية، وقد بلغت نسبة الإنجاز الفعلية 89%، في حين أن نسبة المخطط مع هنالك معوقات يعني بلغت 100%، ومن المؤمل إنجاز المشروع في الوقت المحدد للإنجاز. وتستمر الوزارة بأعمال تنفيذ مشروع مجسر ونفق الكرامة في محافظة ميسان بطول 485 مترا وعرض 18 مترا. وبشأن تفاصيل أعمال المشروع ينضم إلينا المهندس المقيم أسعد محسن. بسم الله الرحمن الرحيم، يتألف مشروع مجسر ونفق الكرامة من ثلاث قطاعات: قطاع النفق وقطاع المجسرات وقطاع الطرق الخدمية. قطاع النفق تبلغ نسبة الإنجاز حاليا 87%، والعمل مستمر الآن في إنشاء عقدة النفق، سقف النفق. أما المجسرات فمجسر أي ومجسر بي، المجسر أي بطول 640 متر بعرض 9.9 متر، النفق المجسر بي بطول 495 متر بعرض 9.9 متر. بعد إنجاز أكمال الركائز تمت والأعمدة، الآن نقوم بإنشاء البوكس جاردر. قمنا بصب 2 جوينت للبوكس جاردر، كل جوينت يتكون من 3 فضاءات، كل فضاء بطول 105 متر. تواصل الوزارة تنفيذ مشروع محطة معالجة حمدان المرحلة الرابعة في محافظة البصرة بطاقة تصميمية تبلغ 150,000 متر مكعب باليوم، الذي يعد أكبر المشاريع الاستراتيجية.
في الختام تابعوا منصاتنا الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وموقع الوزارة الإلكتروني الظاهر أسفل الشاشة. تقبلوا مني أطيب التحايا وتقبل الله طاعاتكم بحلول شهر رمضان المبارك. إلى اللقاء.